رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة. وزارة المالية تؤكد وجود ضمانات جديدة في قانون التعاقدات العامة لتحفيز الاستثمار. مصرف لبنان المركزي ينشئ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا. مشاهدينا، هذه نشرة الاقتصاد المفصلة تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة موقف جميع المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إطار مبادرة حياة كريمة في المحافظات المختلفة. يأتي ذلك استكمالا لمتابعة جهود المحافظات المختلفة لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، حيث تم استعراض موقف مشروعات محافظة الدقهلية والتي شهدت أعمال التطوير لقراها واعتماد استثمارات بقيمة تقدر بما يتجاوز 16 مليون جنيه في قطاعات الطرق والنقل والكباري وصيانة البنية التحتية وتطوير الوحدة الصحية. أكدت وزارة المالية أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية في أقرب وقت ممكن، بما لا يجاوز 30 يوما من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفي مقاولات الأعمال خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص المستوفى لشروط التعاقد. أضافت الوزارة أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية بما يحافظ على مراكزهم المالية لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجنيه المصري سجل أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية، على الرغم من تصاعد تداعيات أزمة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي. ويعد الجنيه المصري الأكثر تماسكا والأقل تأثرا بتلك التداعيات بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وسياساتها الاقتصادية المتبعة، حيث تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أفضل العملات أداء أمام الدولار خلال الفترة من 30 من يونيو 2017 وحتى 30 من يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8% تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار. أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية أن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019، مشيرة إلى أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي. وأشارت المشروط خلال مقابلة أجرتها مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنها على سبيل المثال ضم 1.5 مليون من العمالة غير الرسمية ضمن قاعدة بيانات الدولة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتأكد من توفير الدعم للفئات المتضررة خلال الأزمة. أكد وزير المالية محمد معيط أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي، وذلك لمدة 3 أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي. مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي أحدثته أزمة جائحة كورونا، كشفت الحكومة المصرية عن مبادرة رئاسية جديدة تهدف لبيع المنتج المحلي للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ توزيع الشركات والمصانع والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة. شجع على
تحريك الاقتصاد وحركة التجارة للمنتجات داخل السوق المحلي، وتوفر التمويل اللازم للمستهلك المصري، خاصة المستهلك البسيط الذي يعني يحتاج إلى من يدعمه لشراء ما يحتاجه من سلع معمرة. المبادرة الرئاسية التي ستستمر على مدار 3 أشهر ستنطلق نهاية شهر يوليو الجاري، وتشمل السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتمثل فرصة في أعين أصحاب المحال التجارية لتخفيض الأسعار وجذب الزبائن لزيادة مبيعاتهم التي تأثرت بشدة مؤخرا. هتحرك السوق، هتخلي فيه سوق في حركة، وهتمشي المنتج المحلي اللي أنا أصلا بشجعه في بيعي. هي هتعمل ترويج اقتصادي هنا في البلد، وهتشجع الاقتصاد ان هو يشتغل وان هو ينمو. كما أبدى المستهلكون ترحيبهم بالمبادرة التي ستوفر لهم السلع بأسعار مخفضة وبأقساط دفع تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية. دي بداية أو خطوة جريئة، خطوة كويسة من رفع معنوية حتى الشخص الفقير، الشخص البسيط هيحس ان هو زي غيره الى حد ما، زائد ان دي حاجه هتبدا تعمل يعني انقلاب في الصناعه المصريه او المحليه، هيرفع بقى من مستوى كل شخص فينا. حاجه مهمه جدا طبعا، خاصه في اليومين دول، عشان نشجع صناعه بلدنا ونشجع المنتج الوطني، لان احنا بطريقه دي لو ما عملناش كده الدولار هيرجع يرتفع من تاني وكل الاسعار تغلى من تاني، لازم احنا نشجع السلع الوطنيه. وتتيح المبادره الرئاسيه امكانيه الشراء الالكتروني اونلاين، وتسمح بالتقسيط لمده 2 عامين بفوائد مخفضه، فضلا عن خصم اضافي بنسبه 10% لاصحاب البطاقات التموينيه تتحمله الخزانه العامه للدوله باجمالي 12 مليار جنيه. هي مبادرة تسعى لبيع المنتجات المحلية بأسعار مخفضة، مبادرة تستهدف تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وهو ما يعمل على ضخ استثمارات جديدة من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي. أسمى حسن، النيل. وإلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع، وذلك تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب. اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 574.4 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.75%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.64%، ونزل مؤشر EGX 100 بنسبة 2.45%. وإلى لبنان، حيث أعلنت مذكرة صادرة عن مصرف لبنان المركزي أن البنك أنشأ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها. كما ذكرت المذكرة أن مهمة اللجنة هي إعادة هيكلة البنوك ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي. أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني تراجع احتياط العملات الأجنبية في النصف الأول من العام 5.5% مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019، وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يونيو نحو 11.49 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019. أظهرت بيانات رسمية اليوم أن مبيعات سيارات الركوب الأوروبية انخفضت في يونيو على أساس سنوي، لكنها أظهرت تحسنا منذ مايو مع تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا في المنطقة. وأظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبية أنه في يونيو انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 24.1% في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، قال إن الحكومة ستخفض ضريبة القدرات الإنتاجية التي تدفعها الشركات الفرنسية بالإضافة إلى ضريبة الدخل بمقدار 20 مليار يورو، أي ما يعادل 22.8 مليار دولار على مدار العامين القادمين.
وأضاف لومير أن خفض الضريبة سيكون خفضا ضخما بما قيمته 10 مليارات يورو في عام 2021 و10 مليارات في 2022، بحيث يصبح الإنتاج في فرنسا أرخص. إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت الأسعار اليوم بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات اعتبارا من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حد من التراجع. انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 0.8% ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار، وهبط الخام الأمريكي 1% إلى 40.78 دولارا للبرميل. وفي أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في 9 سنوات، إذا عادت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية على الاقتصاد الصيني. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1869 دولارا للأوقية. تراجعت مؤشرات الأسهم الأسيوية في ختام تعاملات اليوم في ظل توخي الأسواق الحذر بشأن بعض البيانات الاقتصادية الصينية مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا. وقادت الأسهم الصينية الخسائر على المستوى الإقليمي، حيث تراجعت خلال اليوم مع انخفاض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4.5%، وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.86%. وفي اليابان تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.8% متخليا عن أعلى مستوى في 5 أسابيع، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا توبكس بنسبة 0.7%. تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في شهر في الوقت الذي كبح فيه تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين آمالا بشأن تعافي الاقتصاد العالمي سريعا، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ونزل المؤشر ستوكس الأوروبي 0.7% بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في 5 أسابيع في الجلسة السابقة. مشاهدينا، نهاية النشرة، تذكرة بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة. وزارة المالية تؤكد وجود ضمانات جديدة في قانون التعاقدات العامة لتحفيز الاستثمار. مصرف لبنان المركزي ينشئ لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا لطيب المتابعة.